اريد منك فرد وحده للخوله بعدين عد وياك سؤال. يعزك الله ابو عباس. والله يا ابو عباس الخال حنين حقيقه. يعني انا ليش قلت لك؟ لان انا من طبعي احب خوالي. والخال الوالد الثاني يسمونه. اي والله يا سيدي. خصوصا اذا كان الخال زين بعد هذا خير على. اي والله خوالنا زينين. والله الخال الزين الخال الزين ابن اختي تنومس بي. الخال الزين اتنومس بخوالي. ابو عبيس يا اخويا الخال الزين ابن اختي تنومس بي ولو ينسى عن بكنوز الذهب لاجري. والله اشري الخال الزين. ويلي يا وبعد يا ويلي يا ويلي. والله لو ينسام بكنوز الذهب لشري ابوي الثاني هذا وريحة ام البيت. الله الله. والله ابوي الثاني هذا وريحة ام البيت وبكنوز الدنيا. ايه اشري الخولة بكنوز الدنيا. اشري الخولة بكنوز الدنيا. اشري الخولة.